السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة الخير أنا أمشي لبسيب وصعب الصراحة أن يطول صوتي عشان ما أزعج غيري، لكن الحقيقة في موضوع بخاطر ودي. طبعا الموضوع يا جماعة الخير أنه بعض الناس الله يجزاه الجنة عشان ما يوقعك بحرج ولا يجعلك تتكلف ما يخبرك بزيارته إلا وقت متأخر جدا جدا، يعني مثلا احيانا يجيك شخص عزيز جدا عليك وتحبه وتفرح بزيارته وضيافته لكنه ما يخبرك بزيارته الا في وقت متاخر تكون انت فيه مرتبط. المصيبه انك احيانا تكون مرتبط ارتباط هام جدا، انت ما تستطيع انك يعني تؤجل هذا الارتباط، ولذلك يقال من زار اخاه ولم يطعم عنده فكانما زار قبر. عاد من المواقف الطريفه في هذا الباب ان احدهم طرق باب العقاد من غير موعد، فجذب يده واراه الهاتف فقال هذا الناس يستخدموه ليسالوا قبل الزياره. عشان كذا يقال من جاء من غير موعد نام من غير فراش، وش يضر الإنسان لو أخبر محبيه أنه راح يكون في ضيافتهم وزيارتهم يستعدون له. بعض الناس ما يخبرك الله يجزاه الجنة عشان ما تتكلف له، وأنا أقول دائما الحمد لله الذي لم يجعل القدر في القدر، بعضهم ما يدري هو يجي ولا ما يجي عشان كذا ما يخبرك. ولذلك يقال من خاف الكذبة أقل المواعيد، فأسأل الله أن يوفقكم ويسعدكم. ما في أجمل من أن تخبر من ستزورهم أنك راح